Every day, we hear about war and conflict. Wherever it is and whoever is fighting, the worst affected are always children. It's about time we heard what they have to say. ايش اسمك؟ ندى. قديش عمرك؟ 13. من وين؟ من غزة. ورحمة الله، أنا اسمي رهف. اسمي كندة، عمري 9 سنوات، صف رابع. هاي بيتنا، و نحن بننام. كنا قاعدين ومبسوطين، وكنا نلعب ونفرح أنا وأبويا وأمي وأخواتي. Полетели, скидали бомбы на школу. Там у нас в посадке стояли танки. Біля той дороги були знаменовано. Они дали автобус. Понять. У них стоит олени. Кальман, نمشي خطوتين يقول المهرب. انبطحوا انبطحوا حبيبتي، ما تقدر ترد تنبطح، ترد توقف، وداخت ووقعت وقالت روح معفوني اموت. كنا نخرج، كل ما نخرج من الباب يضربوا رصاص، كنا ما نستش نخرج. يعني تغير موضوعنا بالمدرسة. نقعد عندها هنا، فيش امان اصلا، مش عارفين حالنا، هنموت ولا هنعيش من هذا الحرب. أنا خسرت عيني، خسرت أمي. ونزحنا أنا وأخواتي وأبوي وأمي، نزحنا لدار عمي، وانكسفت دار عمي وكلهم استشهدوا، وما ضلش حد فيهم. حتى ما شفتش أبويا، حتى ما شفتش أبويا وهو مستشهد. This year, UNICEF is working in 18 active conflict zones around the world. Providing support, providing care, and helping children believe that there is a way through this. أنا المدرسة هي حياتي، وأنا بحبها كثير، وأتعلم بيها وأقرأ وألعب مع رفقاتي، والشيء اللي ما بعرفه رفقاتي علمني إياه، ولأن اللي ما يعرف إنه يعلمه يعني. نحن من نلعب أنا وأصحابي. The joy of childhood and the horror of war. Two things that should never go hand in hand. But right now, 1 in 5 children around the world is affected by conflict. UNICEF wants to help them all. Without nights like Soccer Aid and your generosity, they won't be able to do this work.